كده النهاردة درس جديد في الجغرافيا وهو اسمه الموارد المعدنية وتنميتها. في الأول عايزين نعرف يعني ايه كلمة معادن أو معدنية. كلمة معادن ديت هي موارد طبيعية صلبة، موارد طبيعية يعني بتيجي من الطبيعة. احنا خدنا أنواع الموارد، قلنا في موارد طبيعية وفي موارد بشرية. الموارد المعدنية ديت قلنا من الموارد الطبيعية اللي هي الثروات المعدنية، اللي هي دي اللي هي الموارد المعدنية، قلنا دي حاجة طبيعية عن ربنا، هو اللي اداها لنا مش احنا اللي جبناها، ربنا اللي ادانا الحاجات دي. قلنا موارد طبيعية صلبة يعني قوية، بتستخرج من باطن الأرض، يعني بنجيبها من قلب أو من باطن الأرض، بنعمل عملية تنقيب أو زي ما احنا بنقول كده بندور عليها في باطن الأرض. قد تكون قريبة أو بعيدة عن سطح الأرض، يعني ممكن نلاقيها بعد مسافة قريبة من الأرض أو ممكن نلاقيها في مسافات بعيدة. يبقى المعادن دي هي مواد او موارد طبيعية صلبة، بنجيبها منين؟ من باطن الارض، ممكن تكون قريبة ممكن تكون بعيدة. تمام. طيب هناخد المعادن دي ليها انواع او ايه المعادن احنا هناخدها عندنا. في الاول خالص عايزين نعرف المعادن دي بتختلف، المعادن دي بتختلف في الاهميه بتاعتها الحسابيه، يعني ايه اللي نقدر نقول دي مهمه عن ديت ازاي وده اهم من ده ازاي وكده. الاهميه بتاعتها بتختلف حسب استخدامها، الحاجه اللي احنا بنستخدمها فيها، وحسب كميه الوجود بتاعها، يعني هل هي موجوده بكميه كبيره ولا بكميه قليله، والتوزيع بتاعها يعني ايه، يعني موجوده فين، متوزعه فين. يبقى في ثلاث حاجات بتختلف فيهم اهميه المعادن، نقدر نقول المعدن ده مهم ونقدر نقول المعدن ده مش مهم. ايه هما؟ الاستخدام بتاعها، ممكن يبقى عندنا معادن كتير او معدن معين يعني كتير وما احناش محتاجينه او ما بنستخدموش، يبقى مش هيبقى مهم. طيب كميه الوجود، ممكن يبقى عندنا معدن بس الكميه بتاعته شويه صغيرين برضه ما يبقى مش مهم. طيب لو كميته كتيره يبقى من المعادن المهمه نقدر نستغله. طيب التوزيع بتاعه، يعني الاماكن اللي موجوده فيها، ممكن يكون موجود مثلا في مناطق قريبه، ده حاجه كويسه، ممكن يكون موجود في قلب جبل يبقى صعب ان احنا نجيبه، ده بيبقى حاجه مش كويسه اللي هو بيقلل من اهميته. تمام. يبقى المعادن بتختلف في ثلاث حاجات. طيب ايه المعادن اللي احنا هناخدها؟ اول حاجه هناخد معدن الحديد، والمعدن اللي بعد كده اللي هو الفوسفات، المنجنيز، الذهب. يبقى احنا هناخد في الدرس ده اربع معادن، هناخد في كل معدن اهميته والمناطق بتاعته. تمام كده؟ يبقى هناخد اربع معادن اللي هو الحديد، فوسفات، منجنيز، ذهب، ونعرف كل واحد اهميته ايه وبنستخرجه من ايه. تمام. اول حاجه الحديد، الاهميه بتاعه الحديد ايه؟ يعتبر اساس الصناعات الحديثه، هو الحديد اساس الصناعات الحديثه، يعني كل الصناعات اللي طلعت جديده او حديثه لسه عارفينها جديد، الحديد هو الاساس بتاعها. تمام. تاني حاجه ان هو بيدخل في صناعه الالات والسيارات وقضبان السكك الحديديه، يعني العربيات العاديه اللي احنا بنشوفها بتتعمل من حديد، قضبان السكك الحديديه اللي هو اللي بيمشي عليها القطر، الشريط بتاع القطر ده بيتعمل برضو من الحديد، بيتعمل منه الالات، اي اله ممكن نشوفها بتتعمل من الحديد. زي كده السكك الحديديه، الصوره اللي موجوده دي لو خدنا بالنا هنلاقي كل اللي متكون منه عباره عن حديد، يبقى بتعمل منه قضبان السكك الحديديه. تمام. يبقى الحديد اساس الصناعات الحديثه وبيدخل في صناعه الالات والسيارات وقضبان السكك الحديديه. طيب الحديد ده المناطق التوزيع بتاعته او بنجيبه منين يعني؟ اهم منطقه هي الواحات البحريه بالصحراء الغربيه، بنجيبه من الواحات البحريه في الصحراء الغربيه، والاماكن دي هنحددها في الخريطه بعد اما نخلص المعادن كلها، هنبتدي اعرف لكم كل مكان فيه. يبقى الحديد اهميته ان هو اساس الصناعات الحديثه، يدخل في صناعه الالات والسيارات وقضبان السكك الحديديه، اهم المناطق بتاعه استخراجه في الواحات البحريه بالصحراء الغربيه، خلي بالنا من كلمه الصحراء الغربيه عشان بيسالنا فيه. تمام. طب ايه اهم المصانع بقى اللي موجوده في مصر للحديد ده؟ قال في مصنع اسمه مصنع الحديد والصلب في حلوان، مصنع الحديد والصلب ده موجود فين؟ في حلوان، قريبه من القاهره كده، ويعتمد عليه الخام او بنجيب الخام او الحديد بتاعه، المصنع ده بيجيب الحديد الخام بتاعه من الواحات البحريه اللي احنا لسه قايلين عليها في الصحراء الغربيه. يبقى اهم المصانع مصنع اسمه مصنع الحديد والصلب في حلوان، و
والمصنع ده بيجيب المادة الخام بتاعته أو الحديد بتاعه من الواحات البحرية. يبقى تمام كده عرفنا. يبقى الحديد ده عرفنا الأهمية بتاعته، المناطق بتاع التوزيع، أهم المصانع بتاعته. تمام. بعد كده هناخد المعدن اللي بعد كده وهو الفوسفات. والفوسفات ده ليه أهمية اقتصادية كبيرة. إيه الأهمية الاقتصادية بتاعته؟ إن هو بيستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية ومبيدات الحشرات. فاكرين قلنا في الصرف الزراعي إن هو بيبقى المية بتاعته ملوثة بالأسمدة والمبيدات الحشرية؟ هي دي. الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية دي بتتعمل من الفوسفات. اللي هي الكيماويات، حاجات الكيماوية اللي بنحطها في الأرض عشان تغذي النبات، دي بتضر الأرض وبتضر المية. بس بدونها يعني ما نقدرش نستغنى عنها في الزراعه. يبقى الاهميه بتاع الفوسفات انه بيدخل في صناعه الايه؟ الاسمده الزراعيه والمبيدات الحشريه. وكمان ليه اهميه انه بيصدر جزء منه كبير للخارج، وبتيجي على طول. من اهم المعادن اللي بتصدر للخارج هو الفوسفات، ويعتبر من اهم او من اهم المعادن الموجوده بكميات كبيره في مصر. الفوسفات ده اهم المعادن اللي موجوده بكميات كبيره في مصر، عشان كده بنصدر جزء منه كبير فين؟ للخارج. المناطق بتاع التوزيع بتاع الفوسفات ده احنا بنجيبه منين؟ قلنا الحديد بنجيبه من المحيط البحري. طيب بالنسبه للفوسفات بنجيبه من هضبه اسمها هضبه ابو طرطور بالوادي الجديد في الصحراء الغربيه. بنجيبه من هضبه اسمها هضبه ابو طرطور، هوريلكم برده مكانها في الخريطه في الاخر. دي موجوده في محافظه الوادي الجديد، دي موجوده في الصحراء الغربيه. يبقى كده معدن الحديد والفوسفات الاثنين موجودين في الصحراء الغربيه. تمام. يبقى عرفنا الاهميه بتاع الفوسفات، وقلنا ان هو اكتر المعادن اللي موجوده في مصر، عشان كده بنصدر منه للخارج، نخش في صناعه الاسمده والمبيدات. المناطق بتاعته موجود في هضبه ابو طرطور بالوادي الجديد في الصحراء الغربيه. تمام. طيب بعد كده اهم المصانع اللي موجوده او موجوده في مصر بتاعه الفوسفات او بنستخدم فيها الفوسفات. مصنع اسمه مصنع ابو زعبل، ده موجود او بينتج سماد السوبر بتاع الفوسفات. مصنع اسمه مصنع ابو زعبل، ده بينتج سماد اسمه سماد سوبر الفوسفات. يبقى اهم المصانع بتاع الحديد كان الحديد والصلب في حلوان. المصانع بتاع الفوسفات ده مصنع اسمه ابو زعبل، ده بيستخدم او بينتج فيه سماد اسمه سماد سوبر الفوسفات. تمام. وهنحدد كل الكلام ده على الخريطه. بعد كده هناخد المعدن اللي بعده اللي هو المنجنيز. والمنجنيز ده ليه اهميه برضو كبيره، ان هو بيستخدم في صناعه الحديد والصلب، بيخش مع يعني مع الحديد في الصناعه بتاع الحديد والصلب، بيختلط بالحديد ويطلع صناعه اسمها صناعه الحديد والصلب. ملوش اهميه غير كده ان هو بيدخل في صناعه الحديد والصلب. المناطق بتاع التوزيع بتاعته ان احنا بنجيبه من منطقه اسمها منطقه ام بجمه في شبه جزيره سيناء، وبرضه هوريك على الخريطه اللي هي منطقه ام بجمه في شبه جزيره سيناء. تمام. يبقى عندنا المنجنيز اهميه بتاعته بسيطه، اللي هو في الحديد والصلب، بيوجد في منطقه واحده اللي هي منطقه ام بجمه في شبه جزيره سيناء. بعد كده هناخد المعدن الرابع اللي هو معدن الذهب. ومعدن الذهب ده الاهميه بتاعته ان هو يستخدم في صناعه الحلي وبعض انواع العلاج. صناعه الحلي، ايه الحلي دي؟ الحلي دي اللي هي زي الخاتم، زي الحلق، زي السلسله، الذهب، حاجات الذهب اللي احنا بنشتريها، ده بيخش في صناعه الحاجات دي. وبعض انواع العلاج بيخش في بعض الانواع بتاع العلاج برضه. طيب المناطق بتاع التوزيع بتاع الذهب ده بنجيبه منين الذهب؟ قال بيوجد في جبال البحر الاحمر بالصحراء الشرقيه. بنجيبه من جبال البحر الاحمر في الصحراء الشرقيه، ده بقى اللي موجود فين؟ في الصحراء الشرقيه. يبقى عندنا اثنين في الصحراء الغربيه، واحده في شبه جزيره سيناء، واحده في الصحراء الشرقيه اللي هو الذهب. بنجيبه من قلب الجبال بتاع البحر الاحمر، من منجم هناك اسمه منجم السكري. منجم السكري ده بنطلع منه الذهب. كلمه منجم يعني مكان بنستخرج منه ذهب، مش شرط ذهب، ممكن يبقى منجم اي حاجه ثانيه، بس المنجم السكري ده من اهم المناجم او اكبر المناجم اللي بنستخرج منها الذهب. عرفنا اهميه الحديد، نخش في صناعه الحلي وصناعه او بعض انواع العلاج. المناطق بتاعته موجود في جبال البحر الاحمر في الصحراء الشرقيه، خاصه من منجم السكر. تمام.
نبتدي نعرف توزيع كل واحدة بقى. ادي الخريطة شاملة كل حاجة عندنا، ناخدهم بالترتيب الحديد، قلنا ده اساس الصناعات الحديثة، بنستخرجه من الواحات البحرية. بنجيبه من الواحات البحرية من هنا، موجودة في الصحراء الغربية. يبقى الحديد ده موجود فين؟ في الواحات البحرية، قلنا في الصحراء الغربية. طب تمام، خدنا بعد الحديد الفوسفات، وقلنا ده من اكتر المعادن الموجودة عندنا، عشان كده بنصدر منه كمية للخارج، وموجود في هضبة اسمها هضبة ابو طرطور برضه في الصحراء الغربية. لو خدنا بالنا ان الحديد والفوسفات في ناحية واحدة اهو، ده في الصحراء الغربية. قلنا المنجنيز ده خش في صناعة الحديد والصلب، وموجود في منطقة اسمها ام بجمة في شبه جزيرة سيناء. منطقة ام بجمة في شبه جزيرة سيناء، في اماكن كتير للحاجات التانية، بس احنا بناخد الحاجات الاساسية بس، او ممكن يجيبها لنا في الخريطة. طب الذهب ده بيستخرج من منطقة اسمها، قلنا في جبال البحر الاحمر، جبال البحر الاحمر بتمتد في الجزء ده كله طوالي كده، هو موجود هنا في منطقة اسمها منجم السكري، منطقة منجم السكري. ممكن يجيب لنا خريطة من اهم مناطق استخراج الحديد ويحط لنا رقم هنا تبقى اسمها الواحات البحرية. طب منطقة هنا وقال لك منطقة استخراج الفوسفات يبقى ابو طرطور. طب ممكن يجيب لنا في الحديد منطقة يعتمد عليها مصنع حلوان في المادة الخام بتاعته اللي هو برضو الواحات البحرية في الصحراء الغربية. ممكن يجيب لنا برضو رقم هنا ويقول لنا اهم المناجم انتاج الذهب، هنقول منجم السكري. وبرضو ممكن يجيب لنا سؤال اهم مناطق استخراج الفحم بتاع، اسف، المنجنيز، هنقول منطقة ام بجمة في شبه جزيرة سيناء. تمام كده، يبقى كده خدنا الاربع معادن والأهمية بتاع كل واحد ومنطقة استخراج كل واحد. تمام، بعد كده هناخد جهود الدولة بقى. الدولة المفروض تعمل ايه عشان تنمي الثروة المعدنية؟ أول حاجة إن هي تشجع المستثمرين على البحث والتنقيب عن المعادن، يعني تشجع الناس سواء مستثمرين أجانب أو مستثمرين مصريين، إن هي تشجعهم إن هم يعملوا عملية بحث وتنقيب عن المعادن، يعني بمعنى أصح يدوروا على الأماكن اللي موجود فيها معادن في مصر. تشجعهم على البحث والتنقيب عن المعادن. بعد كده البحث عن بدائل للمعادن في صناعه البلاستيك، يعني ما نعتمدش على المعادن بس اللي هو الحديد والذهب والمنجنيز والفوسفات وكده وخلاص ونسكت ونقف على دول بس، لا، المفروض ان احنا نشوف بدائل تانية بدلهم، بحيث ان هم لو، لان ديت اسمها ثروات غير متجدده، يعني ممكن تيجي في وقت وتخلص. المفروض ان احنا نشوف بدائل تانية ليها، زي ايه؟ زي البلاستيك. البلاستيك ده دلوقتي طلع منه انواع كتير واشكال كتير، وقوي برضه مش ضعيف، ممكن يستخدموه كبديل للمعادن برضه. طيب ممكن يعملوا ايه كمان الدوله؟ قال ان هم ممكن يستخدموا وسائل تكنولوجيه في البحث والتنقيب، يعني بدل ما بنستخدم وسائل قديمه وبسيطه صعب ان احنا نلاقي بيها المعادن، لا، احنا ممكن نستخدم وسائل تكنولوجيه حديثه في البحث والتنقيب على المعادن دي، يعني نجيب وسائل افضل واحدث في عشان نقدر نجيب او نستخرج كميه اكبر من المعادن، او نعرف مناجم ومناطق كتيره جديده افضل نستخدم بيها او نستخرج بيها المعادن. يبقى يجود الدوله ثلاث حاجات، ان هي تشجع المستثمرين سواء مستثمرين اجانب او مصريين في البحث والتنقيب، ندور على بديل للمعادن زي البلاستيك، ممكن يجي لنا دي اجمل من جهود الدوله، البحث والتنقيب عن بدائل جديدة للمعادن مثل نقط زي البلاستيك، هنقول البلاستيك. ممكن نستخدم وسائل تكنولوجية حديثة في البحث والتنقيب عن المعادن. وكده الدرس ده